رجعنا مشاهدينا ومكملين إلى النماذج العربية اللي حقيقة يعني من خلال ما جاي نتابعه من تقارير مهمة لكل البلدان العربية نفتخر حقيقة بوجودهم بعطائهم بكل ما يقدموا لبلدانهم حقيقة للوطن العربي بصورة عامة. النموذج الآخر اللي راح نزور الأردن، أرض النشامة اللي حقيقة على جميع الأصعدة عندهم مبدعين في المجالات الثقافية والإبداعية والرياضية وحتى السياسية. راح نتابع أكيد أنا وياكم ياسمين راح تقدم لنا النموذج الأردني. أكيد يا أحمد بالخبرات الإعلامية وإحنا معانا نماذج مميزة كافي وحازم في بيت للكل اللي دائما بيأكدوا أن أردن النشامة أردن التميز هي بلد تزخر بكل ما هو جميل ومتميز ومبدع وترفد إلى العالم كل المجالات العلمية الثقافية الحضارية في محاولة لتسخير قدراتهم من أجل العالم. وما نراه أيضا من سمو الأمير ولي العهد الحسين بن عبد الله ومحاولاته ليكون في تقارب مع الشباب فهم ما يريدون وتسخير كل طاقات الأردن لتنفيذ أيضا ما يحلمون به. نموذج الأردني الذي سنتحدث عنه اليوم هو ملكة سعيد تحاول أن تحسن جودة الحياة تتواصل مع الأطفال وكبار السن والشباب لتعلمهم اللغة الإنجليزية وأيضا أن تنشر ثقافة الفن في الأردن. محاولات جميلة تنم عن ذوق راقي ورائع. خلونا نشوف ملكة من ثم نعود لمتابعة هذه الحلقة. بحب الفن وبحب الرسم وبحب الأشغال اليدوية وكل ما يتعلق بالفن. فصراحة هاي الشغلة نحن مخدينها من الوالد الله يحميه، هو رسام وما شاء الله عنه وكمان بيعرف الخط العربي، فإحنا مخدين هاي الشغلة من الوالد. فالحمد لله يعني، وأنا من أول صغيرة ما كنت أقصر بالبيت صراحة، يعني حتى الأشياء اللي ما كنا نستفيد منها كنت أجمعها أحطها بالغرفة، لأنه فجأة كان يطلع معي أفكار أخترع فيها أشغال هيك مجسمات ألعاب أشياء ممكن ماما تستفيد منها بالبيت أو إخواني، فكنت أبتكرها بالبيت وأشتغل فيها لحالي. فمع مرور الأيام لما كبرت وخلصت جامعة كنت أبقى دائماً أرسم، كنت أرسم على لوحات كبيرة بالبيت وحتى الأغلب كانوا يأخذ اللوحات تاعتي هدايا وهيك، وكان في أطفال عندنا بالعيلة فكنت أحب أعطيهم رسم، أعطيهم ورقة وقلم أعدهم بغرفة يصير يرسموا ويلونوا هيك. فبعديها حبيت إنه يصير هذا الشيء زي كمهنة إلي، إنه أصير أنا أعطي طلاب وأدرسهم وأعطيهم هاي الشغلة يتعلموها، لأنه إن كان طفل أو كبير بالعمر بحب الرسم بحب الفن بحب الألوان بحب كل إشي جميل، لأنه أصل الفن هو جميل يعني. فبسبب حبي للفن وتعمقي فيه صراحة حبيت أستهدف فئتين، الفئة الأولى هي أهم شيء هي الأطفال، الفئة الثانية هم كبار السن، يعني بتقدر تحكي من 55 وفوق. ليش هدول الفئتين؟ لأنهم صراحة مرتبطين ببعض. أول إشي الطفل عنده طاقة كبيرة بده يفرغها، والكبير بالسن كمان عنده وقت فراغ، أحيانا بيقضي كتير وقت بالبيت ما عنده شغل متقاعد، فبتلاقيهم خلص عايشين بروتين دائم ما في شغل ملل. فنحن بنوفر لهم ورشات عمل رسم ورشات عمل أشغال يدوية للطفل ولكبار السن حتى يستفيدوا من مهاراتهم الحركية ونقوي مهاراتهم العقلية الذاكرة. الطفل خاصة لأنه
عنده في وقت فراغ كتير وغلبه يعني ممكن يحس بملل بالدراسة، فإحنا بنوفر لهم ساعات من الرسم والأشغال اليدوية، يحفزهم على الإبداع على الابتكار، نعطيهم فرصة إنهم يفكروا ونعطيهم حتى فرصة إنه يطلعوا اللي هن حاسين فيه. يعني في أطفال بتلاقيهم شوي بكونوا خجولين، صعب يعبروا عن شو في جواتهم، فممكن يعبروا عن مشاعرهم حتى لو كانت سلبية، ممكن يعبروا عن مشاعرهم برسمة، بشغل يدوي، بأغنية، بأي شغلة معينة عن طريق الفن، بس بصورة حلوة بيطلعوا لك إياها. طبعاً هلأ ليش إحنا بنركز على إعادة التدوير؟ لأنه الصراحة هي بتعطي فائدة كتير كبيرة إن كان صغير أو كبير، بيعطي فائدة إنه بيصير يبتكر من إشي، يعني من إشي ولا إشي إشي، يعني إشي جميل. وكمان بيساعده على الابتكار والتفكير وإبداع، بيصير عنده خيال أوسع، بيصير يحاول يفكر بأشياء أوسع وبنتج أشياء جديدة. الفن هو عبارة عن شيء كتير مهم بحياتنا، يمكن بعض الناس يشوفوه شيء ما إله قيمة، بس أغلب حياتنا العلم يعني العملية والعلمية هي أساس الفن. والفن كمان مش بس هو عالم خيال وإبداع، هو كمان نعتبره علاج يعني لبعض الأمراض الموجودة كمان بالعالم. يعني بالفن بنعالج في أمراض نفسية، أمراض حركية، والعديد من الأمراض العقلية كمان. يعني بتمنى إنه كل دولة تهتم أو كل بلد تهتم بالفن، لأنه هو كتير إشي مهم وخاصة للأطفال ولكبار السن.